كنت عايز اعرف حركة الاصبع في الصلاة، الحركة تشير فقط، التحريك شاذ، تحريك هكذا وهكذا وهكذا، كل ذلك شاذ. والأظهر هو الإشارة. قال وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. رواه عن وائل بن حجر عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، 15 راويا رواه عن عاصم بهذا اللفظ، وجاء راوي اسمه زائدة بن قدامة زاد لفظة يحركها، يحركها، وهذه شاذة، شذ بها زائدة بن قدامة، شذ عفوا، شذ بها زائدة، زائدة بمن يا ربي، هذه زائدة بن قدامة، نعم.